مساء الخير مشاهدينا، احنا النهارده في مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى بنغطي حدث الأهم في مصر في 2021، هو كأس العالم للرجال لكرة اليد. نطلع فاصل نرجع نشوف عندنا ايه. بيبقى في عقوبة إضافية بيطلع له الكارت الأزرق.
كارت ازرق بتحسب 10 نقط على الفريق. فطبعا بيحسبوا عدد النقاط اللي الفريق على عدد المباريات. يعني ممكن انا عقوباتي اكتر بس عدد ماتشاتي 9 اللي لعبتها، غير حضرتك عقوباتك اقل بس عدد ماتشاتك 6. لما نطلع الافريج متوسط، اللي متوسط اقل هو ده اللي ايه بتحسبه. ده مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بتكلم عنها في التحليل والاحصاء. طبعا بيتم المقارنات بين البطوله دي والبطوله السابقه واللي قبليها واللي قبليها في 7 خانات اساسيه. يعني في حاجه اسمها بلاي باي بلاي اثناء المباراه، وكل دقيقه في المباراه وكل ثانيه وكل هجمه بتتسجل للفريق ده وللفريق ده. من بلاي من التقرير اللي بيطلع من ديت بيتفرع بسيستم الكمبيوتر على التقارير الاخرى. فمثلا عندي 7 خانات اساسيه: التصويب من الاجنحه، التصويب من الهجوم الخاطف فاست بريك، التصويب من خارج منطقة 9 متر، التصويب من منطقة 6 متر، التصويب من رمية 7 متر، التصويب من دلوقتي هنا عملوا خانة جديدة سموها ام بي تي جول اللي هي اي جي. يكون الجون طالع لا دلوقتي التعديلات الجديده اللي حصلت في 1/7/2016 ان مسموح ان انا يعني طول عمر اللعبه ان مسموح ان يطلع حارس المرمى وينزل مكانه لاعب، بس كان شرط ان لازم انا البس اللاعب اللي نازل من بره. لو انا لوني مثلا احمر لما اجي انزل الملعب البس زي لون الاسود مثلا او اللون اللي لابسه حارس المرمى، بنسميها الصدريه. والرقم بيبان هنا. الحاله دي لا زالت موجوده. الجديد ايه بقى؟ ان ممكن في الحاله دي لما لو انا لبست لون زي حارس المرمى مسموح لي لما ارجع ادافع ان اخش اقف في حارس المرمى. الحاله الثانيه ان حارس المرمى بيطلع وبينزل مكانه لاعب. اللاعب ده مش مسموح له، اللاعب ده بينزل بفانيلته نفسها، يعني لون فانيلتي الاحمر مش لازم ابقى زي لون حارس المرمى. هبقى ههجم مع الفريق والحارس قاعد بره. لما بترتد عليا الهجمه انا ما اقدرش اخش جوه المرمى. يطلع وبينزل حارس المرمى. اذا دخلت جوه بيتحسب عليا عقوبه. ولو عطلت هدف ضيعت فرصه بيتحسب عليا. المدرب حابب ان هو يزود عدد الفريق اللي عنده، صح؟ يعني طبعا بلعب 7 في الهجوم ضد 6 مدافعين 6، انا بزود لاعب، دي بتربك الدنيا. وبعدين الحالات دي بتستخدم كمان في حاجه ثانيه. اذا انا كفريق مدافع طالع على اخطر لعيب عندك رجل برجل، انا بروح مزود اللاعب السابع. هضطر انا هتضطر تعملي حضرتك ايه؟ هترجعي دفاعك ورا. في الحاله دي اهو انا اجبرتك انك تلعبي بالطريقه اللي انا عايزها. فيها مخاطره بقى انه يلحق يجري بسرعه. طبعا واهداف كتيره. يعني بس اخر نسبه من بطوله العالم السابقه اللي هي 26 اللي كانت في الدنمارك والمانيا، ان الفرق اللي استخدمت تبديل الحارس بلاعب نسبه النجاح كانت 47%. واللي ما استخدمتش كانت 53%. كل دي بقى بيطلع من ده بقى الامتي جول الاحصائيات وكده. هم ضافوه العنصر الاخير ضافوه. فلجنه التحليل الاحصاء مهمه جدا، بتمد كل المعلومات، وهي الشيء الوحيد اللي بيستمر اثره لسنوات وسنوات في التاريخ. طب احنا دلوقتي كم صاله المفروض ان هي داخله معانا في المسابقه؟ طبعا بدايه انا يعني من مواطن مصري بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وفر كل الامكانات. 18 وزاره بتخدم هذه البطوله طبعا مع وزاره الشباب والرياضه الاساسيه. دي اول حاجه. عمري في حياتي، انا راجل يعني سني مش صغير، انا جد، عمري في حياتي ما شفت ان في بطوله 8 عمود في جريده الاهرام والاخبار المانشيت بتاعها من فخامه الرئيس توفير الامكانيات لنجاح البطوله. نفس القصه الدكتور مصطفى مدبولي ما شاء الله، يعني رغم مشاغله اللي احنا شايفينها كل يوم،
بالمعدل مره كل اسبوع بيمر على اربع صلوات ماشي. طبعا بالاضافه الواجب الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب موجود في كل حاجه. ايضا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي يعني للمجمع اللي احنا فيه حاليا باسمه ده اقل شيء تقدمه جمهوريه مصر العربيه لراجل لاعب حكم مدرب لمنتخب مصر لمده 10 سنين كان لاعب منتخب مصر بعد كده رئيس اتحاد 24 سنه وبعدين يزيدنا فخر ان المصري الوحيد اللي رئيس اتحاد دولي بقاله 20 سنه وقبليها 8 سنين كان رئيس لجنه التدريب والاساليب اللجنه الفنيه في الاتحاد الدولي احيا كره اليد في كل ده على مستوى العالم كمان مش مصر يعني احنا حاليا انا رئيس لجنه فنيه في الاتحاد المصري ورئيس لجنه المدربين حاليا كل القواعد اللوائح ماشيين على نهجه اللي هو حطه وعمله ده اقل شيء ان الدوله بعد ما وصل سنه الى هذا السن بالخبره وكلام من ده ان الدوله تكرمه وانا سعيد جدا بحاجه زي كده. فطبعا بشكر فخامه الرئيس بشكر فخامه دوله الرئيس بشكر دكتور اشرف وكل اركان الوزاره عنده اللي بذلوا مجهود جامد جدا والشكر واجب الشكر واجب للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. بصراحه اللي عملوه انا عشت بره مده كبيره لما كانت بتيجي شركه كوريه تعمل صاله زي دي على احدث مستويات العالم كنا بنبقى مش مصدقين ان عاملاها في 3.5 سنين. هنا الهيئه الهندسيه وبتعليمات من القياده في خلال سنه خلصت 3 صالات، صاله مجمع الصالات الدكتور حسن مصطفى في اكتوبر، صاله في العاصمه الاداريه، الصاله الثالثه في برج العرب. الصالات على احدث مع 4 صالات في البطوله. الصاله الرابعه اللي هي الصاله الاساسيه اللي معموله من سنه 91 اللي هي الصاله الكبرى في استاد القاهره. دي حصل فيها تطوير. هم 3 صالات جداد في 3 جداد. ايوه ثلاثة جداد غير الصالة الرئيسية. فحاجة طبعا يعني انبهار وطبعا حضرتك بتقيمي بطولة فيها لأول مرة 32 دولة في ظروف غير طبيعية. يعني ظروف الناس مش مصدقة. يعني البعض قال لي أنتوا مجانين كمصريين. لا أنتوا فعلا فرعنا. ده وظل الكورونا كمان. طبعا ما أنا بتكلم في ظل جائحة كورونا. أنتوا فعلا فرعنا. أنتوا إزاي؟ معايا؟ إنما الإصرار. ان من القياده السياسيه ومن المسؤولين ومن الاتحاد الدولي على اقامتها وفي اجراءات احترازيه انا اعتقد ان دول كثيره جدا هتسترشد باللي احنا عملناه. يقدروا ينظموا بطولات بس ايه بنفس الطريقه الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده عندنا ان شاء الله. زي ايه بقى الاجراءات؟ حلوه زي اولا جميع الفريق لما بيوصل دلوقتي من الخارج مثلا فريق الدنمارك اي فريق المانيا جاي اولا راح لهم كل التعليمات والاجراءات اللي احنا هنعملها فجايين هم عارفين اصلا ايه اللي هيتم. اول حاجه بتوصل الطياره ممنوع ان حد منهم هينزل بيطلع فوق لجنه مخصوص من وزاره الداخليه تجمع الجوازات كلها وخلاص جمعها الضابط وبيخش على التختيم والكلام من ده الاجراءات اللي هي الجوازات والكلام من ده. الفريق بينزل ما بيروحش يخشش في المطار ابدا. بينزل من الطياره على الباص مباشره. الباص طبعا معقم السواق داخل اللي بيسموها البابل اللي هي القطاعه معمول له مسحات معايا. الفريق كله ركب الباص المعقم راح الفندق. اول ما بيوصل هم طبعا التعليمات ان الفريق اللي جاي معمول له مسحه قبل ما يجي ب 72 ساعه وان كله سلبي. بيوصل هنا في الفندق مسحه اولى وبعدين مسحه ثانيه خلال 72 ساعه قبل ما تبدا البطوله. ليه بقى حته مقفول عليها في الاوتيل ولا الاوتيل كله؟ شوفي بقى التكلفه. اول حاجه
الاوتيل كله حتى العاملين في الـ في الـ في الاوتيل خلاص ده ممنوع يروح بيته اطلاقا او يخرج يحتك. انا سامع اسامي اوتيلات كبيره حضرتك لما كنت في الاجتماع من شويه الاوتيل نقول اسماء الاوتيلات مينا هاوس ماريو الاوتيلات يعني كبيره اللي انتوا تقفلوها ماريو مينا هاوس في الهرم دوت واخد كل الفرق الثمانيه اللي في مجموعه اللي في صاله اكتوبر ماريو الزمالك واخد كل الفرق اللي على صاله الاستاد فندق الماسا اللي واخد كل الفرق اللي في العاصمه الاداريه وفي فندق توليب اظني اللي تبع القوات المسلحه ده في الساحل الشمالي هي المشكله بس اللي كانت هناك فندق فخم جدا بس المسافه من الفندق الى صاله برج العرب كبيره 72 كيلو بس تمت يعني هو في وسط المدينه فعلا الحمد لله ال وزاره الداخليه بالتعاون طبعا الطريق هيبقى فاضي تماما عايز تقول بينزل الاوتيل بيبقى كله بالعاملين فيه العاملين كلهم مفيش ممنوع حد يخرج اطلاقا كله معمول له المسحات كله متامن جميع اللاعبين جميع الاداريين حتى اعضاء الاتحاد الدولي اللي هيكونوا في كل جروب او في كل مجموعه ايضا كله داخل في البقاع هنا في الصالات في ناس بتبقى طالع لها الاي دي الكارت بتاعه ده خارج الحجر وفي ناس داخل الايه الحجر يعني انا مثلا الاداريين كله يعني لجنه الحساب الكامل عندي لانها هتقعد في الصاله في ارضيه الصاله اي حد ليه علاقه بارضيه الصاله حتى الولد اللي ساعه الحكم بيوقف المباراه عشان يمسح الارضيه من عرق اللاعبين اذا حصل اي وقوع على الارض ده دوت داخل الفندق ومعمول له المسحات فما حدش ليه اطلاق كله اللي بيبقوا قاعدين هنا في نفس الصاله دول ليهم اماكن بقى فين بيباتوا في الفندق في الاوتيل برضه يعني انا عندي في الصاله هنا عندي 50 واحد 25 غرفه دبل وغرفه سنجل ليه؟ في فندق عالية جدا طبعا فندق مينا هاوس دي اول حاجه وزاره الصحه واخده 55 غرفه لان في في الفندق طبعا اللي هيعملوا المسحات برضه هم داخلين في الحجر يعني المسحات بتتعمل للعيبه كل ماتش قبل ما كل يعني مثلا انا بلعب مثلا يوم 14 بيتعمل لي مسح قبلها بيومين بعدين بلعب 16 بعد ما خلصت الماتش يوم 14 بيتعمل لي مسحه ثانيه استعدادا وهكذا وهكذا والنتيجه بتطلع بسرعه يعني امبارح الناس اللي دخلت في العاصمة الإدارية في فندق الماسة نتائجهم طلعت النهاردة للأسف أنا عندي في لجنة الإحصاء طلع واحد عنده كوفيد 19 فاستبعد فورا وعندي واحد من الحكام برضه طلع عنده كورونا استبعد فورا واللي كان بايت معاه في الغرفة أصبح لا ما استبعدش لسه هيتعمل له مسحة ثانية المسحة الأولانية طلعت سلبية اللي كان مرافق ليه المسحه الثانيه هتتاكد بقى ان هو ما لقطش المرض يعني والعياذ بالله طب في صعوبات واجهت حضرتك وانتوا بتعملوا التجهيزات دي طبيعي جدا طبيعي كل حاجه هنا انت يعني انت بتتكلمي يعني انت قاعده في اجتماع مش عارفه مين سليم ومين فلابسين الكمامه نفس القصه يعني مثلا لجنه الاحصاء اللي بيشتغل على الكمبيوتر لازم اثنين على كل جهاز واحد بيدي المعلومه وواحد بيدخل المعلومه طيب الاثنين دول ما يقدرش يكون بعيد عنه مثلا مسافه يبقى بقدر الامكان قلت خلي مسافه بينكم متر مثلا متر ونص عشان يسمعني انما لو ماتشات فيه جمهور جامد وبيهيص هيضطر غصب عنه من غير ما اقول له هتلاقيه بيقرب بس لازم يبقى لابس الايه الكمامه للاحتياط طب بما اننا هنا في الصاله بتاعت كابتن حسن مصطفى الدكتور حسن مصطفى عايزين نعرف بس كم عدد الصالات الموجوده هنا في المجمع؟ المجمع فيه صالتين في صاله الرئيسيه المين هول ديت وفي صاله ثانيه برضه صاله قانونيه 100% اللي دي بس بتبقى للتدريب للفرق لما الماتشات كلها بتقام على الصاله الرئيسيه وعندنا صاله ثالثه غير المجمع دكتور حسن صاله ثالثه للتدريب في حي الاشجار بتستوعب قد ايه الصاله الرئيسيه؟ الرئيسيه 4500
وصالة برج العرب 5500 و العاصمة الإدارية 7500 والاستاد ما شاء الله بقى حدث ولا حرج. يعني اللي على الورق 18000 الاستاد، انما سنة 93 كان 33000 جوه الصالة وزيهم 33000 بره، وعملنا رقم قياسي عالمي. طب انتوا بالنسبة للتذاكر وكده فاتحينها لعدد قد ايه من الجمهور؟ النسبة كانت 30%، بعدين قلت الأسبوع اللي فات بقرار من معالي الدكتورة وزيرة الصحة مع اللجنة الطبية مع اللجنة المنظمة بقى 20%. 20%. يعني حد حضرتك مثال، مثلا من يومين ثلاثة كان في ماتش منتخب مصر مع اليابان. مباراة ودية تجريبية. أنا قاعد لازم أسيب ثلاث كراسي بيني وبين الإيه؟ المجاور ليا، واللي بعدي ثلاث كراسي. لو 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 بقى في كرسيين بس المسافة بيني وبين اللي جنبي، بيجي لي المنظمة من فضلك أنت كده مخالف اتفضل. الكل لابس الكمامة. يعني حضر جمهور كتير من الماتش اللي فات من أسرة كرة اليد، نادي الزهور ومن أندية اللي حواليه. كله داخل ما شاء الله لابس الكمامه. اول ما دخلوا يعني ممكن انا داخلين مع بعض انا وحضرتك، اول ما دخلنا كل واحد راح في السكه بتاعته، ثلاثه كراسي فاضي بيني وبينك. طب وبمناسبه حضرتك للناس اللي هتحضر، الاطفال الصغيرين بقى والبراعم بتوع الهاندبول وكده مش هتستحق؟ لغايه اللحظه دي طبعا، لغايه اللحظه دي الاتحاد بيشوف الترتيبات ايه مع شركه تذكرتي اللي هي المسؤوله عنها. طبعا شيء مهم. احنا في بطولات العالم بنجيب الاطفال الحلوين دول والبنات الحلوين الصغيرين دول بيبقى مصاحبين للاعبين. بس احنا عشان الكورونا مش قادرين يعني ديت، على الاقل يحضروا ممكن يحضروا ممكن، وهيكون في بس لسه هتتنظم وهيبان اليومين دول التعليمات ايه. هتفضل معلمه في ذاكرتهم طبعا حقيقة. طبعا. طب كم فرقه هنا مشاركه مع حضرتك في الصاله؟ الصاله عندي 8 فرق، هو كل بطولة 32 فريق. الصالة هنا 8 فرق، العاصمة الإدارية 8 فرق تانيين يبقى دي 16، الاستاد 8 فرق يبقى 24، وبرج العرب 8 فرق. عدد المباريات اللي هتقام على صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى 30 مباراة، والعاصمة الإدارية 30 مباراة أيضا، برج العرب 12 مباراة فقط، بعدين الصالة الرئيسية 36 مباراة. بيبقى فيها الافتتاح والنهائي. الاجمالي 108. الافتتاح برضه انا يعني الجمهور هينبسط جدا لان في تامر حسني وفي حاجات مبهرة. بس هو فين الجمهور ده؟ هو بقى لا ما تتذكر، سمعت انا التذاكر خلصت كمان. يعني 20% خلصوا. فعلا. يعني لازم حد بقى يتحايل شوية على الدولة يزودوا التذاكر شوية. خايفين عشان الكورونا بصراحة. طبعا. هو تحدي كبير ان انتوا عاملينه. ورغم ذلك خلصت اهي، التذاكر خلصت. يعني انا بنتي ولا حد بسأل بيقول لي مش لاقيين تذاكر. حدث يعني طبعا بطولة عالم مش سهلة. بطولة عالم. ومفيش على مستوى العالم كله بطولة حاليا زي الحدث دوت. يعني انا برضو يعني اظن في مجال الرياضة كان في اي بطولة مفروض في الفترة دي واتأجلت مصر هي اللي خدت على نفسها التحدي في دول ثانية؟ بطولة اوروبا للسيدات. الدنمارك اعتذرت عنها والنرويج وما اعتذرتش. معايا حضرتك؟ يعني احنا واخدين تحدي. طبعا تحدي مش سهل. وبعدين عندك برضه بطولة الناشئين والناشئات، بطولة العالم، بطولة افريقيا اتأجلت للناشئين للناشئات والشباب، وللناشئين والشباب اتأجلت. بطولة أندية اتأجلت. انما طبعا بطولة العالم حاجة يعني اذكرها التاريخ مدى الحياة، انك اقيمت في ظروف غير طبيعي. انا قعدت هنا ساعة ولا ساعة ونص بصراحة، كمية يعني الانجازات والحاجات اللي انتوا عملتوها في الفترة دي كانت صعبة جدا يعني. كله خلية نحل. والله انا بقى يعني انا شفته بقى يعني بقول لك انا مش انا اعتقد ان اي حد بيشتغل في اللجان دي كلها من الوزير دكتور حسن، المهندس هشام ناصر، الكابتن حسين لبيب، كل الاجهزة اللي بتشتغل، للمساعد الكابتن حسين لبيب، الكابتن خالد فتحي، كل ده اتحدى لو واحد منهم بينام اكتر من 4 ساعات في اليوم. ما يقدرش ينام اكتر من 4 ساعات.
لان هيلاقي تليفونات وعايز يصحى بدري ووراه شغل كتير جدا جدا جدا. حضرتك شايف منتخب مصر فين في البطوله دي؟ منتخب مصر لاول مره من حوالي 30 سنه الشيء الوحيد اللي مخوفني منتخب مصر عناصره ممتازه. عندي 6 محترفين على مستوى عالي جدا ووصلوا الحمد لله بالسلامه. الشيء اللي مخوفني الوحيد الكورونا، لو حد يصاب هيربك لي الحسابات. الشيء الثاني الاعداد للمنتخب مش زي اي بطوله. يعني كل بطوله عالم احنا خدنا رابع عالم 2001 الفريق الاول على مستوى الناس. قصدك على الماتشات الوديه عشان ما كانش طبعا الماتشات الوديه كعلم تدريب مهما كنت انا مدرب اللي بديه في التدريب ده خط لازم المباريات تمشي معاه خط موازي. في مواقف في المباراه لا يمكن المدرب هيديها للاعب. اللاعب بيكتسبها بتتخزن جواه وبتطلع. المنتخب مثلا 2001 كنت انا رئيس لجنه الفرق القوميه. 2001 لحد 2005 2007 اي منتخب مصري بيلعب من 60 ل 67 مباراه تجريبيه. هنا كان قد ايه؟ مع دول العالم احنا المره دي هتستغل ماتشين مع البحرين في مصر وماتشين مع البحرين في البحرين يبقى كام؟ اربعه. واليابان ماتشين اللي هو لسه الاسبوع لسه الاسبوع دوت يبقى 6. البرازيل كنا المفروض نلعبها بكره ما اعتذرت. بس ده ماشي على كل الفرق ولا بس مصر؟ يعني كل الفرق المشاركه الفرق الثانيه في بطوله اوروبا شغاله للانديه. الانديه معظم اللاعبين في المنتخبات الاوروبيه بيلعبوا مع الانديه فداخلين الفورم بتاعتهم. معايا حضرتك؟ اه. عندنا كام لاعب محترف؟ يا فندم في المنتخب المصري كام لاعب محترف؟ 6. ما عندي محمد ممدوح هاشم وعندي محمد سند بيلعب في فرنسا وعندي احمد هشام دودو بيلعب في فرنسا ايضا. نعم عندنا من نادي هليوبلس طبعا وابوه الله يرحمه كان هشام الله يرحمه كان حارس مرمى عظيم وعمه علاء السيد طبعا رئيس لجنه الفرق القوميه كان برضه من اعظم لعيبه في مصر واحمد هشام وعندي بعد كده علي زين في الامارات الخامس السادس يحيى لا يحيى خالد يحيى خالد يحيى خالد يحيى خالد فتحي اللي هو لاعب الزمالك اصلا الرايت باك بيلعب في فيسبرج المجري. فسته تقال جدا ما شاء الله ربنا يحفظهم وينجيهم ويبعد عننا بس الاصابات والفتره الحرجه دي. فان شاء الله انما المنتخب مهم جدا ان يجتاز غير ماتش الافتتاح مع شيلي ان يجتاز مباراتين في غايه واحنا اللي اخترنا المجموعه. انا كنت لسه اقول لحضرتك لما كنت بحضر للحلقه فلقيت ان هم فعلا احنا منتخب مصر اللي اختاروا المجموعه دي. اخترنا المجموعه دي والناس استغربت. السؤال بقى السويد انا كان برضو من ضمن السويد وتشيك معايا؟ يعني انا عشان اضمن ان اخش حتى اعمل المركز الثامن اللي عملته في البطوله اللي فاتت ان لازم اعدي ماتش السويد وماتش تشيك. طب ليه اخترنا اثنين صعبين؟ عشان ابص للدور الثاني. نقابل فرق بقى. لو انا كنت اخترت المجموعه الثالثه مثلا كان ماتشاتي سهله في الاول. بس هخش في الدور الثاني لما هنتكلم دلوقتي عن نظام البطوله هخش في الدور الثاني هطلع. لان هصطدم بمين؟ بطل العالم الدنمارك. مهما يعني مهما اكون متفائل جدا صعب ان انا في الوقت الحالي ان انا اعدي من الدنمارك لدور بعد كده. طب احنا محتاجين نعرف نظام البطوله ايه حضرتك؟ تكلمنا عنها شويه؟ نظام البطوله طبعا حضرتك عارفه ان لاول مره في تاريخ البطولات بقى 32 فريق. واضيف حاجه ثانيه كمان ودي ثقه الاتحاد الدولي في مصر وقدرتها على التنظيم. البطوله اللي فاتت 19 نظمتها دولتين هم مؤسسين اللعبه في العالم المانيا والدنمارك. نظموها الاثنين مع بعض. انما احنا عندنا هنا حاليا 32 فريق، مره فاكر 24، دلوقتي 32 مصر لوحدها.
في ظل الكورونا صعوبات يعني انا ما اعرفش سبحان الله ربنا حاططنا في اختبار فرعنا حضرتك دي اول حاجه. الثاني حاجه البطوله الجايه مثلا اللي هي رقم 28 هتنظمها كذا دوله مع بعض، مفيش دوله هتنظم لوحدها ثاني خلاص، دي حاجه يعني مخصوصه لمصر استثناء. 32 فريق طبعا متقسمين على اربع على ثمان مجموعات، كل مجموعه اربع فرق بيلعبوا كل فريق ثلاث ماتشات، بياخدوا الاول والثاني والثالث يصعدوا الى الدور اللي بعده اللي هو اللي بيسموه المين راوند او الدور الرئيسي. الدور الرئيسي هنا 24 فريقا. طيب الرابع في كل مجموعه في ثمان مجموعات اصبح ثمان فرق، دول هيلعبوا على المراكز من 25 الى 32 اللي هم بيسموه كاس الرئيس بريزيدنت كاب، بيلعبوا ماتشين بيحدد الترتيب من 25 ل 32. طيب الثلاث فرق الاوائل في كل مجموعه في ثمان مجموعات كونوا عندي 24 فريق، ال 24 فريق بيتم تقسيمهم على اربع مجموعات، يبقى كل مجموعه سته. طب هلعب كم مباراه في المجموعه؟ هلعب ثلاث مباريات. طب ازاي؟ لاني طالع معايا فرقتين انا لعبتهم في الدور التمهيدي، اللي لعبته خلاص مش هلعبه تاني وهطلع بنقطه، اذا هو كسبني طالع بنقطتين بتوعي، اذا انا كسبته طالع بنقطه، اذا متعادلين هو نقطه وانا نقطه. لذلك نظام البطوله من اول مباراه في البطوله الى اخرها مرتبط ببعض النقاط، يعني بيسموه ضرب نار. بالنسبه للصاله مجمع الدكتور حسن، اول لقاء يوم الخميس 14 يناير صدام القوى العظمى، يعني المجموعه هنا في ثلاث فرق من اربع الفرق الاوائل، الثاني العالم بطوله العالم النرويج موجود في المجموعه هنا، الثالث فرنسا مجموع هنا موجود في المجموعه، الرابع المانيا بالاضافه الى المجر وبالاضافه الى اورجواي وبالاضافه الى الفرق الاخرى الولايات المتحده والنمسا وراس الاخضر، كل دي الفرق دي موجوده في المجموعه هنا. انما الصدام ماتش النرويج وفرنسا، اللي يفوز في المباراه يوم اول يوم هنا في الماتشات، يعني اول الماتشات عندنا الساعه 7:30 ده اول يوم 9:30، واعتقد ان الصاله هنا كبار المسؤولين وكله هيبقى موجود والعالم كله بيتفرج على هذه المباراه لانها بطوله مبكره. في ضيوف مصاحبه الفرق كتير كتير، وتوماس باخ رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه جاي في السيمي فاينل والفاينل في نهائي البطوله، شخصيات كتيره جايه. طيب هو ما ينفعش طبعا بابا حضرتك وما اسالش عن الاطفال الصغيرين البراعم، يعني هو ازاي اطلعه بطل عالم؟ يعني ازاي يبقى حد كده زي دودو تاني مثلا؟ نعمل ايه؟ سؤال حلو جدا. السؤال دوت ده عايز حلقتين لوحده فعلا. ليه؟ الاتحاد المصري الاتحاد المصري بينتهج اسلوب يمكن الاتحادات الاخرى بدات تعمل زيه، يعني حضرتك المقوله اللي بتقول العلم في الصغر كالنقش على الحجر دي مهمه جدا. اللاعب اللي في كره اليد المصغره من البدايه من هنا بيبدا مشوار البطوله. لاعب اللي واخد بطوله العالم منتخب الناشئين عندنا السنه اللي فاتت، والمنتخب الشباب اللي واخد ثالث بطوله العالم، كل دول مروا البدايه بكره اليد المصغره. كره اليد المصغره بتحط قواعد وحوافز فنيه عشان نقدر ونلزم المدربين ان هم يمرنوا اللعيبه على شيء معين احنا عايزينه. معايا حضرتك؟ فمثلا عندنا من ضمن الحاجات الهدف من خارج التسعة متر يحتسب بهدفين. حضرتك لما تكوني مدربه تعرفي ان الهدف بهدفين من بره التسعة متر، تعملي ايه في تدريبك؟ هتمرني. لانك ممكن تكسبيني بالحافز ده. طيب لو جينا قلنا ان المدافعين مش مسموح له في نص الشوط
الاولاني والثاني والثالث اربع اشواط عندنا في المنهج بول، ان المدافع يتخطى خط الرمية الحرة اللي هو خط 9 متر او 8 متر او 7 حسب الملاعب. عندنا ثلاث ملاعب، ملعب للبراعم، ملعب للصغار، وملعب الكبير زي الكبار. هنا بيلعب الولد سنة واحدة البراعم، بعدين يخش يلعب سنتين في الملعب الوسط، وبعدين سنتين في الملعب الكبير قبل ما ينتقل الى مسابقات الناشئين. الخمس سنوات ديت مهمة جدا في حياة اللاعب، إذا ما تأسسش كويس وثبت رجليه مش هيكمل. يعني حضرتك بتحط القوانين دي اللي هي بتاعت من التسعة دي باتنين والحاجات دي طبعا حافز. طبعا عشان الولد المدرب يقدر يبرن عليها. دي حاجة. الحاجة المهمة جدا إن اللاعب لما بيتأسس كويس بيبقى خلاص المسيرة بتاعته انطلق فيها، يوصل للناشئين وبعد كده الشباب خبرات بتزيد بقى تراكميا. فكل ده اللي بنسميه التطبيع للمستوى الدولي. فاحنا بنعمل له ماتشات بنظبط بانظمه معينه. بتبصوا بقى على حد معين ساعات الماتشات دي مثلا في لجان او كده بيقولوا اه ده هيطلع منه حد، ده هيبقى نموذج مثلا لكده؟ طبعا طبعا ده شيء مهم. احنا بنشكل لجان في البطولات ديت، يعني عارفه زي ما بتقولي ايه الملف ده قراءة حالية، الملف ده قراءة مؤجلة. احنا بتكوين المنتخبات بنبقى باللجان من الميني هاندبول، بس طبعا اللي تفرق معنا القياسات الجسمية بتتغير طبعا ساعة المراحل، طبعا مراحل النمو. فالولد في السن الصغير ده اللي تحت 12 سنة ما تقدريش تقولي النمو بتاعه هيبقى ايه. يعني من ضمن العلماء اللي هو درن نسبة التنبؤ عنده 60% لا أكثر. احنا عندنا المشروع القومي للعمالقة بس بيكون معدي سن ال 12. شفتوهم ما شاء الله. معايا حضرتك؟ دول بيبدأ ليهم قياسات وبنختارهم. أنا مسكت فترة رئيس لجنة المشروع ومؤسسه يعني. أصلاً الفكرة إن الدكتور حسن مصطفى أساساً بنعمل 12 قياس جسمي. دول عمالقة عمالقة يعني. 12 قياس جسمي. معايا؟ وبنعمل أربع اختبارات. على ضوء ال 12 قياس جسمي والاربع اختبارات دول احنا بنختار اللاعب. طب اساليني ايه ال 12 قياس جسم مثلا؟ اول حاجه انا يعني طول. لا اول حاجه طبعا الطول ده رقم واحد. الطول فمثلا سن معين بقول له طوله لا يقل عن 185 سم للاعب الايمن الذراع الايمن و 180 للاعب ذو الذراع الايسر الاشول. طب الولد جالي طول، انا مش عايز لمؤاخذة طويل وهبة. عايز طويل وعنده توافق. اصل الطول ده كمان ملوش علاقة، يعني هو يعني حاجة وراثية ما بيبقاش ليه علاقة بيها قوي. الجينات الوراثية بتتكلم. وبعض يعني اقول لك حاجات برضو من خلال العلم والخبرة. حضرتك مثلا تلاقي الاب مش طويل والام مش طويلة. والابن طلع طويل. والبنت طلعت طويلة. يعني الاب بيكلم ابنه بيعمل له يبص له كده. طب ازاي الطول ده جاي منين؟ او بالعكس بيجي من الخال. من الخال. معايا حضرتك؟ او الجد. حسب النسب. بتختلف من عيله لعيله لعيله. اهم حاجه القياسات الجسميه، احنا اللي يهمنا الطول ده خلاص. طيب اللاعب ده الكوره ليها مقاسات. اللاعب لو ايده صغيره مش هيمسك الكوره، يبقى اول حاجه قياس الايه؟ الكف. اقل حاجه عندي 18 سم طول الكف. بعدين عرض الكف. المعادلات دي في انهي مرحله سنيه بقى؟ من بعد من 13 الى 15. اللي هي بعد مرحله البلوغ. انسب سن من 13 الى 15 اللي بنختار فيه القياسات دي. فهنا عرض الكف ستاندرد معناه ايه؟ 18 مثلا لو طول الكف 18 سم 18 على 2 ناقص 1 يبقى كام؟ 18 على 2 ب 9 واسوح 8 يبقى عرض الكف هيطلع 8. اذا ما طلعش 8 مش هياخد الولد. الاصبع الاوسط عندنا مهم جدا. يبقى هتلاقي الاصبع الاوسط طوله زي طول عرض الكف. يا سيدي ده بيعملوهم مدربين مثلا في طبعا بالمحاضرات وبنعلمهم ازاي يقيسوا. الهبه بقى والحاجه اللي هي ذكي. في بقى حاجه اسمها في حاجه اسمها برضه اختبارات ليها ثانيه. بس بعد ما اختار الشاسيه بقى واختار الذكاء العملي بنسميه. يعني كمثال بيبان
والولد هنا الجينات الوراثيه بتتكلم، واختبار السرعه طبعا مهم جدا، اختبار السرعه ده في غايه الاهميه. كمواقف معينه بتبان، لو انا عملت لعبه حتى كره قدم كل الولاد بيلعبوها، يعني هعرف الولد ذكي ومش ذكي. هتلاقي حضرتك، انا عايز اباصي لحضرتك الكوره، في واحد بيني وبينك بيني وبينك ماشي، بدل الولد ما هيعمل الكوره كده في باليد مثلا هيعملها كده، هيبدا يديها بند مرتده، ده ذكي. نفس القصه حضرتك اللي هتستقبلي مني الكوره، لو فضلتي واقفه وفي العائق اللاعب او اللاعبه اللي بيني وبينك، هقول لا حضرتك اتصرفتي غلط، الذكاء مش عالي، لا لازم تجي لي يمين او تجي لي ايه؟ شمال، عشان اظهر لك او اصير لك هنا او اباصي لك هنا. انما لو هباصي لك هنا تتقطع، هضطر اباصي لوب او هباصي بند. كل دي بتبين ازاي بقى اللاعب. بنعمل اختبارات ثانيه، ان اثنين بيمرروا وفي واحد بيحاول يقطع الكوره بينهم. ازاي بيجي يمرر وبعدين هيقطع الكوره يسحب ايده. معايا؟ والتاني اللي كان هيستلم هنا يتحرك له في حته ثانيه. اثنين على واحد، ثلاثه على اثنين، دي بترفع مستوى الذكاء وبيبني. طب تحب حضرتك ناخد جوله في ال تحت فاصل ونقط. رجعنا من الفاصل، احنا دلوقتي جوه مجمع دكتور حسن مصطفى. دي صاله من الصالات الثلاثه اللي حضرتك قلت لنا عليها، دي الصاله الرئيسيه، دي الصاله الرئيسيه من الصالتين الاثنين، الصاله الثالثه للتدريب اللي هي في حي الاشجار. تمام. معايا؟ طبعا الصاله هنا حضرتك قلت لنا بتاخد استيعاب قد ايه؟ 4500. 4500 وان شاء الله في البطوله 20% اللي هيبقى 900. دي التعليمات اللي جايه من وزاره الصحه واللجنه الطبيه. طبعا انا يشرفني طبعا ان مدير الصاله ومدير التشغيل اللي هو طول السنه واللي الصاله تاسست على ايده سنه سنه معانا الدكتور مصطفى هدهود. اهلا بحضرتك. الله يخليكي. طبعا وزاره الشباب مجهود وخير البركه رائع بصراحه، ومعانا منبهره باللي بيه يعني. ومعانا طبعا برضه اضيف حته كده، ما اعرفش اتفضل دكتور مصطفى هدهود مدرب منتخب كره سله، يعني منتخب مصر كره سله حاجه برضه ما شاء الله. اهلا. معانا المهندس حسام عصمت. اهلا بحضرتك. ما شاء الله، انا لسه بقول له يعني مش بجامله، المفروض من الناس اللي هي الصاله دي في تاريخه خلاص بقت، لان هو كل كرسي كل حمام كل حاجه كان هو اللي متابع الانشاءات مع المهندس علاء السيد والمهندس هشام نصر. هو مجهود جبار خلال السنه اللي فاتت. مبهوره يعني. بقول لحضرتك يعني لما كنت في الخارج، لما بتيجي شركه كوريه او اي شركه اجنبيه تعمل مشروع زي ده في 3.5 سنين كنا بنبقى انبهار مبالغ في سنه. معايا؟ فاحنا يظهر الجوده دي يعني احنا شايفين في عصر حاجه ناقصه بصراحه. انا مسميه عصر فخامه الرئيس السيسي. لما قناه السويس الجديده المفروض 4 سنين قال له كامل يا وزيري في سنه. بالظبط. ايوه نفس القصه هنا، الصاله دي عزاله 3-4 سنين في سنه. فحاجه، فانا طبعا هسيب الدكتور مصطفى والمهندس حسام يوضحوا لحضراتكم كل حاجه عن الصاله.
شكرا تحياتي جدا وتشرفنا بحضرتك. انا اللي اتشرفت بيك يا فندم. كان لقاء جميل جدا. الله يخليك يا فندم. حضرتك نورتنا. بنبتدي منين؟ اي حاجه حضرتك عاوزها. كلفوا حضرتك بالمهمه الفظيعه دي في ظرف سنه. هو دكتور اشرف صبحي مع الوزير يعني كلفني بالمهمه دي من هي الصلاه لسه ارض بتتبني يعني وكده في الاول خالص. فانا معاهم من ايام ما كانت ارض فاضيه وبنبتدي نحفر ويعني الحلم ده اتبنى على ايدي يعني اللي انا باشرف ان دكتور اشرف كلفني بالمهمه الوطنيه دي يعني. والحمد لله زي ما انتوا حضرتك شايفه كده ده انا اصلا مدرب منتخب مصر باسكت لسه واخدين بطوله افريقيا وطالعين كاس عالم. لكن شغلي الاداري معاون دكتور اشرف صبحي لقطاع اكتوبر مدير قطاع الصالات المغطاه ومدير صاله كاس العالم يعني. لفيت العالم كله واخد السمر شوكيس في فينيكس في اريزونا صاله 60,000 متفرج. ازاي تديري صاله 60,000 متفرج مش بالفخامه ولا العظمه اللي احنا فيها هنا؟ ده صرح رياضي عملاق فعلا. صاله ذكيه، صاله تشمل كومبلكس مجمع متكامل من هيلث كلاب الاوتيل لادمن بيلدينج لملعب تدريب لملعب رئيسي. شايفه عاملين مكاتب كمان بتاعت الاتحاد نقلتوها هنا. هنا مقر الاتحاد الاول مقر وزاره الشباب والرياضه وبعدين مقر الاتحاد المصري لكره السله مقر الاتحاد الدولي الاكاديميه الافريقيه. هنا كلهم في الادمن بيلدينج في المبنى ده. حضرتك سلمت هنا من سنه؟ انا موجود من سنه. وبتهيألي ما خرجتش من سنه. لا والله يعني عشان تعمل الانجاز ده كله بصراحه. الصاله الدوليه الثانيه برضه انا مديرها اللي هنا هنا عند حي الاشجار وكده. بس انا بقى السنه ما بين هنا وهنا يعني الصبح ساعتين ثلاثه هناك واجي هنا لغايه بالليل هنا ساعتين الصبح ثلاثه ونروح هناك لان احنا عندنا بطولات. عندنا كان عندي كاس عالم الخماسي وعندنا بطولات جمهوريه جمباز وكاراتيه وباسكت بول نهائي الدوري نهائي اليد نهائي الطايره. فقطاع اكتوبر الحمد لله يعني شرف ليا ان انا ماسكه من 2017 وقدها الحقيقه وليك الفخر بصراحه يعني. ربنا يعزك ان حضرتك تبقى من كادر من الكوادر الموجوده في الرياضيه في مصر الحقيقي. ربنا يعزك يا فندم. حضرتك هتكلمنا على ايه في انا اعرف حضرتك انا مهندس حسام عصمت انا كنت لعيب دولي كره يد وطبعا كنت في الشغل القطاع الخاص وشرفت ان اللجنه المنظمه كلفتني من اول ما ابتدوا يشكلوا اللجان المنظمه لبطوله العالم ان انا دخلت في لجنه الصالات. احنا جينا هنا فعلا من شهر واحد يعني من يناير بقالنا سنه اهو جينا هنا فعلا كان الكلام ده كله خرسانات حضرتك خرسانات. تخيلت انك ممكن يبقى كده بعد سنه؟ صراحه لا يمكن يعني في الزمن القياسي ده طبعا الهيئه الهندسيه وضيف الاشغال العسكريه حاجه فخمه جدا جدا. انا رحت صالات في جميع انحاء العالم بصراحه صاله زي دي حاجه فخمه جدا. الخدمات اللي فيها بجانب المبنى الاداري الفخم ده وفندق اللي موجود ممكن لو الكاميرا تبص لنا طبعا فندق اخر دورين فوق الفندق وهيبقى مطعم وكل الفاسيلتيز موجوده غير المبنى الاداري الفخم اللي موجود ده اللي هيبقى فيه الاتحاد المصري لكره اليد وزاره الشباب والرياضه طبعا موجوده وهيبقى فيه مكتب رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. فبصراحه حاجه عملاقه يعني الواحد بيفخر ان هو بيشوف الحاجات دي على ارض بلده يعني. ده حقيقي. الله يخليك. ولو عاوزه حضرتك طبعا هنا الفي اي بي دي المقصوره بتاعت الفي اي بي كمواقع دي مقصوره الفي اي بي ورا حضرتك مقصوره الاعلاميين اللي هم يفوق الاعلاميين الاجانب اللي هم بقوا جوه الريد زون ويمينهم وشمالهم دي مدرجات الدرجه الثانيه والجمهور تحت حضرتك على مستوى البدروم ده كله بالظبط. دول حضرتك تحت كل الدور البيزمنت ده اللي هي فيه بقى غرف اللاعبين اربع غرف لاعبين اوضه منشطات واوض الحكام وتحت المكان ده في الاوض بتاع الاتحاد الدولي والاوض اللجنه المنظمه والهيلث كلاب والهيلث كلاب طبعا والجيم وفي صاله تدريب طبعا ثانيه مش عارف انتوا صورتوها ولا لا ورا المكان ده. فبصراحه صرح عملاق يعني مدار على احدث نظام في العالم. ثلاث صالات اتعملوا بالظبط. اتعمل صاله في العاصمه الاداريه سعه 7300 متفرج وصاله في برج العرب ودي الصاله الرئيسيه اللي هي بتاعت صاله 6 اكتوبر. بصراحه اتجاه الدوله لتطوير المنشات الرياضيه عشان نواكب الاحداث اللي بتحصل زي في دبي وفي قطر يعني احنا اللي عاملين دبي الحمد لله. احنا حلقتنا تقريبا بتخلص وحابين بقى متشكرين جدا لحضرتك. احنا متشكرين ليكوا على الانجاز الجميل ده وضيعتوا من وقتكم بصراحه كتير معانا. شرفتينا ونورتونا المنتخب المصري ايه ان شاء الله طبعا اتمنى له طبعا يوصل لاعلى درجه ان شاء الله يعني يا رب. لو دخل دور الاربعه طبعا ده انجاز
كبير قوي طبعا. لو حقق البطوله بقى دي تبقى حاجه بقى يعني ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا وحضرتك. شكرا لحضرتك وفريق العمل بتاعكم، بشكركم على المجهود اللي انتم بتعملوه لتغطيه الحدث، وشرفتوا صاله وزاره الرياضه وانجازاتكم، وان شاء الله نتفرج عليكم في البطوله ونشوف الانجاز اكتر واكتر ان شاء الله. ميرسي جدا لوقتكم. ميرسي جدا. وبكده خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في برنامجكم لمتنا مع نهى.